السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. مثل ما شفتوا بعنوان الفيديو يا أخواني، مبروك للرابحين. شو هي الهدية اللي رح نقدمها وشو هو الفيديو اللي حكينا عنه؟ قبل 6 أيام أخواني الكرام عملت فيديو وعملت مسابقة، شفتوا كان وضع الدولار عم يطلع وينزل، فحبينا نسأل بالمسابقة ضمن الفيديو إنه يا ترى هل الدولار رح يطلع ويصير 1000 أو رح ينزل ويضل تحت 1000، يعني رح يصير 1000 أو رح ينزل يضل بحدود 9 فما فوق. فطبعا يا أخواني في ناس كتير شاركت بالمسابقة، يمكن حوالي أكثر من 700 شخص. طبعا رح خلي لكم هذا الفيديو بأول تعليق مثبت، لسه بقيان 4 أيام لإعلان النتيجة يا أخواني. طبعا النتيجة حول المسابقة، أنا الفيديو عملته من 6 أيام وحكيت ضمن الفيديو إنه بعد 10 أيام بإذن الله رح نعلن النتيجة. بإمكانكم يا أخواني طبعا أنتوا تروحوا على الفيديو من أول تعليق مثبت وتكتبوا بالتعليقات تشوفوا الفيديو والشروط وتكتبوا بالتعليقات الرأي تبعكم. طبعا الهدية يا أخواني رح تكون مقدمة، طبعا رح تكون مقدمة لخمسة أشخاص. الهدية عبارة عن كرت بيم قيمته 100 ليرة تركية. طبعا هذا الكرت يا أخواني فيكم تشتروا فيه بأي بيم بكل تركيا. نحن فكرنا شو ممكن نهدي فما لقينا قدامنا أحلى وأجمل من هالفكرة. طبعا رح يتم ارسال الكرت يا اخواني على عنوانكم ومبروك عليكم سلفا. رح نعلن عن الفائزين بالمسابقة بعد 4 أيام يا اخواني. وللاشخاص اللي لسه حابين يشاركوا بالمسابقة اخواني رح خليلهم رابط الفيديو بأول تعليق مثبت بإمكانهم يشاركوا، ومنتمنى حظ سعيد للجميع. طبعا هاي المسابقة اخواني الكرام ممكن نكررها من فترة لفترة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو مشان يوصلكم اي شيء جديد من نزله. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.